هل أنت صاحب مشروع صغير أو بدأت مشروعك للتو؟ هل لديك فكرة لمشروع تجاري وترغب في تحويلها لشركة أو مؤسسة ربحية؟ الآن لديك الفرصة مع معرض ليبيا للمشروعات الصغرى. هذا المعرض يستهدف أصحاب المشاريع الصغرى بحيث يوفر لهم مساحات لعرض مشاريعهم بغض التعريف والتسويق. كما يقوم المعرض بدعوة عدد من رجال الأعمال للفت انتباههم للمشروعات الصغرى بهدف نشر ثقافة الاستثمار وتشجيع أصحاب المشاريع الصغرى على الاستمرار. سارع بالتسجيل وكن أحد المشاركين بمشاريعهم وأفكارهم. للمزيد من المعلومات زورونا على موقعنا www.lsua.ly أو على مواقع التواصل الاجتماعي. معرض ليبيا للمشروعات الصغرى، إبداع، ابتكار، استمرارية.